السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهرات السلام. اليوم جبنا لكم واحد الكوليكسيون ديال لي باك دو مارياج اللي خارجه جديده، وكذلك لي موديل اللي خارجين طوندونس ما فيهم الحجر بزاف والثمن ديالهم تيكون مناسب. اول موديل عندنا هو هذا الموديل هذا اللي تيجي غزال، فيه لو بلو شي حاجه غزال تبارك الله، زرير الرق تيجي خديمه ديالو فنه فنه. هذا من تيتلبس عاد تيتعطى حقه. بالنسبه للثمن ديال هذا 1400 درهم، هذا تيبقى 28000 ريال، 140 اورو. كيفاش تجي في اللبسه ديالو؟ 1400 درهم، 128000 ريال، تيجي روعة تبارك الله. كاين عندنا لو موديل الثاني هو ديال جاكوار، هاد الشكيل هذا فيه ديال جوج ريوس، موديل غافيني خلاص كتشوفو. الثمن ديال هذا 4000 درهم، 80000 ريال، هذا 4000 درهم، 80000 ريال. كان هاد السيت ديال كريستيان ديو هاكا 3200 درهم، هذا 3200 درهم، 320 اورو. كاين هاد الموديل هذا تا هو تيجي روعة تبارك الله، الثمن ديالو شوفو لكم 4300 درهم، هذا 4300 درهم، 86000 ريال، ولكن خاتم دلهبال تبارك الله 86000 ريال. كاين هاد الموديل هذا، هذا 2800 درهم، 56000 ريال، 280 اورو. كاين هاد السيت ديال شتي يقولو لو مسيرتي بالحجيرات بحال هكا، هاهو 3300 درهم، هدا 66000 ريال. كاين هاد لاباك تا هو بحال الاولاني ديال الكلوب 4400 درهم، هي 88000 ريال، 440 اورو، تيجي روعة. كاين هذا بربعة وتلاتين ألف ريال فيه الكلوب، هدا بربعة وتلاتين ألف ريال فيه الموديل ديال الكلوب. اللي بغا تربع لويزا ديال 1900 درهم، هاهو نتمنى يكون باين ليكم 1900 درهم، 138000 ريال. كاين لو موديل لي مخرم بحال الشكيل هذا، هاهو هذا ديال 54000 ريال، راه مضوبل من الداخل ولكن راه تبارك الله خاتم يستاهل 2700 درهم. كاين هاد لاباك دو مارياج هذا الثمن ديالو 78000 ريال، هي 3900 درهم، 3900 درهم، 78000 ريال. واخيرا اخر موديل هو هذا، كاين 3000 درهم ديال غافينيتي، موديل ديال جاكوار 3000 درهم، هي 60000 ريال. فاللي بغات شي حاجه من هاد لي باك اللي وريتكم اليوم غير تواصل معنا في الواتساب 0652 15 170 63، ومرحبا بجميع المتابعين.